Oh, 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 oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب والطالبات، أهلا بكم في درس من دروس مادة العلوم للصف السادس الابتدائي. ماذا نشاهد أمامنا؟ ليمون، وهنا ماذا يوجد؟ صابون. من السهل جدا تمييز طعم الليمون بسبب طعمه الحامض واللاذع. يرجع ذلك بسبب وجود حمض الستريك. لذلك فالطعم اللاذع أحد خواص الأحماض ويعد الصابون من مواد التنظيف وهو مادة قاعديه ومن خصائص القواعد أنها ذات ملمس صابوني هل هناك عزيزي الطالب خواص أخرى للأحماض والقواعد وكيف يمكن الكشف عن الماده هل هي حمض أو قاعدة؟ سنعرف هذا في درسنا لهذا اليوم ابقوا معنا بعد الفاصل اهلا بكم من جديد سنتعرف في درسنا لهذا اليوم على بعض الخواص الكيميائيه للمواد وكذلك ما هي الاحماض والقواعد وما هي استعمالاتها وسنتعرف ايضا على الاملاح وكيف تتكون وما هي استعمالاتها. اذا نظرنا الى الليمون ماذا نعرف عن طعم الليمون؟ جميعنا نتذوق الليمون ما هو طعمه؟ طعمه حامض احسنتم، ولكن لماذا يتميز الليمون بطعمه الحامض بسبب وجود حمض الستريك، اذا حمض الستريك هو الذي يعطي الليمون الطعم الحامض او اللاذع الذي نتذوقه دائما. اذا ما هي خصائص الاحماض؟ تعرفنا أن حمض الستريك هو الذي يعطي الليمون الطعم الحامض واللاذع إذا أحسنتم من خصائص الأحماض أن طعمها لاذع هل هذه الخاصية هي الخاصية الوحيدة للأحماض؟ بالتأكيد لا ولكن يجب الحذر عند استخدام الأحماض فبعضها حارق عند لمسه إذا بعضها حارق عند لمسه فيجب الحذر عند استعمال الأحماض وماذا أيضا من خصائص الأحماض؟ أنها تتفاعل مع الفلزات لتعطينا غاز الهيدروجين، هذه الصفة الثالثة للأحماض، هل هناك صفات أخرى؟ نعم، تحول ورق تباع الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر، إذا من صفات وخصائص الأحماض أربع صفات، الأولى أن طعمها لاذع وحامض، الثاني أنها حارقة عند استعد... عند استخدامها والثالثة أنها تتفاعل مع الفلزات لتطلق غاز الهيدروجين والصفة الرابعة أنها تحول ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى اللون الأحمر دعونا نأخذ صفات القواعد ما هي صفات القواعد؟ طعمها مر لو تذوقت الصابون ولكن لا بد من الحذر عند تذوق أي مادة سواء الأحماض أو القواعد لو تذوقت الصابون ماذا ستلاحظ؟ طعمها مر طعمها مر وبالتأكيد الصفة الأخرى أن ملمسها صابوني إذا طعمها مر وملمسها صابوني وأيضا تحول ورق تباع الشمس الأحمر إلى أزرق إذا لدينا ثلاث خصائص وثلاث صفات للقواعد الأولى طعمها مر، الثانية ملمسها صابوني، والثالثة تحول ورق تباع الشمس الحمراء إلى زرقاء. بعد أن تعرفنا على خصائص الأحماض والقواعد، كيف يمكننا الكشف عن الأحماض والقواعد؟ ذكرنا قبل قليل أنه يمكننا الكشف عنها بالتذوق. أحسنتم، ولكن هل التذوق يتيح لنا معرفة الأحماض والقواعد الأخرى؟ بالتأكيد لا. بعض المواد غير صالح لان تتذوقه. الليمون ممكن ولكن غيره من الاحماض فيه خطر كبير. لذلك فهناك عدد من الكواشف للاحماض والقواعد دون ان نتذوق نعرف الماده التي امامنا هل هي حمض او قاعده وذلك بالتجربه فعندنا مثلا ورق تبع الشمس وهو من الكواشف المعروفه ويتحول من اللون الازرق الى الى الاحمر عندما تكون احماض ويتحول من اللون الاحمر الى اللون الازرق عندما تكون المواد قواعد، اذا الكواشف عموما هي التي يتغير لونها عند الحمض او القاعده. اذا الكواشف يتغير لونها عند وجود الحمض والقواعد. هل ورق تباع الشمس هو الكاشف الوحيد؟ بالطبع لا. فلدينا كواشف اخرى سنستخدمها بعد قليل للكشف عن الاحماض والقواعد، ولكن قبل ذلك سناخذ بعض استخدامات الاحماض والقواعد. وايضا يمكننا ان نستعمل مقياس الرقم الهيدروجيني لمعرفه ما اذا كان الحمض او القاعده قويا او ضعيفا، ما هو مقياس الرقم الهيدروجيني؟ هو مدرج من الصفر الى رقم 14 وهذا المدرج يحمل ارقاما من 1 الى 2 الى 3 وهكذا الى 14 عندما تكون الماده حمض ماذا يكون الرقم الهيدروجيني؟ احسنتم تحت الرقم تحت الرقم 7 لنشاهد ان الليمون ياخذ الرقم 2 وهو حمض اذا الاحماض تحت الرقم 7 اذا الأرقام التي تحمل على الرقم الهيدر... على مقياس الرقم الهيدروجيني رقما أقل من السبعة نعتبرها ماذا؟ حمضا وعندما تكون أكبر من السبعة نعتبرها ماذا؟ نعتبرها قواعد وهذا الصابون الذي أخذناه مثال يحمل الرقم تسعة أكبر من السبعة إذا هو من القواعد ماذا لو كانت المادة تحمل الرقم سبعة؟ أحسنتم ستكون متعادلة إذا مقياس الرقم الهيدروجيني هو مدرج من الواحد إلى الأربعة عشر إذا كان أقل من السبعة فهو حمض وإذا كان أعلى من السبعة فهو قاعدة أما إذا كان يحمل الرقم سبعة فهو متعادل مثل الماء دعونا نقارن بين الأحماض والقواعد وجه المقارنة الأول الطعم ما هو طعم الأحماض؟ أحسنتم طعم لاذع وحامض وما هو طعم القواعد؟ احسنتم طعمها مر. بعد ذلك ننتقل الى تباع الشمس وهو احد الكواشف يعطي ورق تباع الشمس اللون الاحمر مع الاحماض بينما يعطي اللون الازرق مع القواعد، هذه بعض الاختلافات. ناتي بعد ذلك الى الاستعمالات المختلفه للاحماض والقواعد، فنحن نستعمل الاحماض والقواعد في حياتنا اليوميه في مجالات كثيره، دعونا نستخدم بعضها نتعرف على بعض استخدامات الاحماض. الاحماض القويه تستخدم لانتاج البلاستيك وصناعه الانسجه، اذا هذا احد استخدامات الاحماض. وماذا؟ اكثر الاحماض استعمالا هو حمض الكبريتيك وحمض النيتريك وحمض الكلوريك، اذا استخدامات المختلفه للاحماض هي لانتاج اولا البلاستيك وصناعة الأنسجة. أما القواعد القوية فتستخدم في المنظفات، نشاهد أمامنا عدد من المنظفات، إذا القواعد القوية تستخدم في المنظفات. ما هو أكثر القواعد استخداما؟ مادة تسمى الأمونيا. إذا القواعد تستخدم في أدوات التنظيف وأكثر المواد استعمالا من القواعد هي مادة الأمونيا. بعد ذلك ما هي الأحماض والقواعد التي يستعملها ويستخدمها الإنسان في جسمه ويفرزها الجسم؟ أولاً: المعدة تفرز حمض الهيدروكلوريك، وهو حمض يساعد على هضم الطعام. أما البنكرياس فيفرز عصارة هاضمة قاعديه، لماذا؟ لحماية غشاء الأمعاء الدقيقة من خطر حمض المعدة فحمض المعدة حارق وقد يحرق غشاء الأمعاء الدقيقة فهيأ لنا الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة التي يفرزها البنكرياس لكي تقاوم هذا الحمض. دعونا ننطلق من هذه النقطة، البنكرياس يفرز قاعدة لحماية غشاء الأمعاء من الحمض. ماذا يحدث عندما يتفاعل الحمض مع القاعدة؟ دعونا نتابع. يتكون الملح إذا عند تفاعل الحمض مع القاعده ينتج الملح، إذا الملح هو مركب ناتج عن تفاعل الحمض مع القاعده، وماذا يسمى هذا التفاعل؟ يسمى بالتعادل، يسمى بالتعادل، إذا تفاعل الحمض مع القاعده يسمى بالتعادل وينتج كما نشاهد ماء وملح، فلو شاهدنا ان هنا حمض تفاعل مع قاعده الحمض هو حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم وهو قاعده انتج لنا الملح والماء اذا الملح هو نتاج تفاعل الحمض مع القاعده لا بد ان هناك استخدامات كثيره للملح منها كبريتات المغنيسيوم تستعمل في ماذا في الاستحمام والزراعه وهذا احد استخدامات الاملاح أيضا بروميد الفضة ويستخدم في ماذا؟ يستخدم في التصوير ماذا لدينا أيضا؟ كلوريد الصوديوم ومن منا لا يعرف كلوريد الصوديوم وهو ملح الطعام الذي نستخدمه في الطعام أو حتى في حفظ الأطعمة سنجري بإذن الله التجربة التي وعدناكم بها ولكن قبل أن نجريها لا بد أن نعرف بها وهي للكشف عن الأحماض والقواعد وهذا الكاشف هو كاشف معروف للاحماض والقواعد، ولكن ما هو؟ هو عصير الملفوف. كيف نحضره؟ سنضعه في قدر ونغليه على نار هادئه لمده 20 الى 30 دقيقه. ثم بعد ذلك ينتج لنا هذا العصير. وهو للكشف عن الاحماض والقواعد. لدينا عدد من المواد. بعضها حمض وبعضها قاعده واحدها متعادل. نأتي اولا لماده بيكربونات الصوديوم وهو قاعده لننظر كيف سيغير لون هذا الكاشف. دعونا نشاهد نضيفه في العينه الاولى وننظر ماذا يحدث. شاهدوا معي ازاي الطلاب ماذا حدث للكاشف احسنتم تغير لونه الى اللون الاخضر اذا القواعد تحول الكواشف الى اللون الاخضر وعندما تكون القاعده قويه قد يتغير الى اللون الاخضر المصفر. نشاهد بعد ذلك ماده اخرى وهي ماده منظف منزلي من مواد التنظيف المنزلي نضعها في العينه الاخرى. ننظر ماذا تكون لدينا؟ تكون لدينا لون اصفر. اذا لنقارن بين هذه القاعده والقاعده التي قبلها. هذا حول الى اللون الاخضر وهذا حول الى اللون الاصفر، نستنتج من ذلك ان المنظف المنزلي اقوى من بيكربونات الصوديوم. بعد ذلك لدينا حمض للكشف عنه. سننظر إلى ماذا سيحول الكاشف. الكاشف لديه اللون البنفسجي الغامق، انظر ماذا فعل الخل وهو حمض بالكاشف، لقد حوله إلى اللون الزهري تقريبا، لاحظ معي لقد تحول إلى اللون الزهري، إذا هذا الكاشف الذي هو عصير الملفوف يتحول إلى اللون الزهري أو الأحمر. عند اضافه الاحماض اليه. بعد ذلك لدينا ماده متعادله وهي الماء. سنضيفها الى هذه العينه وننظر ماذا سيحدث للكاشف. لو نلاحظ لا زال لونه اللون البنفسجي، لماذا؟ لان الماء متعادل، فليس حمضا وليس قاعده. اذا نستنتج من ذلك ان القواعد تحول هذا العصير إلى اللون الأخضر أو الأصفر والأحماض تحوله إلى اللون الأحمر أما المواد المتعادلة فهي لا تغير من لون هذا الكاشف أعزائي الطلاب قبل أن نودعكم دعونا نسأل بعض الأسئلة المتعلقة بدرسنا لهذا اليوم، السؤال الأول إذا كان طعم عصير الفاكهة حمضياً فماذا تتوقع أن تكون قيمة الرقم الهيدروجيني في العصير؟ الجواب ستكون قيمة الرقم الهيدروجيني أقل من سبعة. سؤال آخر ما الخصائص المشتركة بين الاملاح؟ الجواب جميعها تنتج من تفاعل الحمض مع القاعده. وكذلك جميعها تمتاز بارتفاع درجه انصهارها. الى هنا اعزائي الطلاب نودعكم على امل اللقاء بكم في دروس اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.